بصراحة استغربت لأن صلاح كان من بين أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل، وكان يستحق الكرة أو يستحق أفضل لاعب في شهر سبتمبر في البريمير ليج. على كل ما قدمه صلاح، ما زلنا نحن في بداية موسم وننتظر منه الأكثر والأفضل، والعبرة في ختام الموسم نأمل أن يكون صلاح أحد أفضل الهدافين، لم يكن أحسن هداف، وأن يحصل على أحد أبرز الألقاب مع ناديه العريق والشهير والمحبوب ليفربول. أرقام كفيلة لكي تؤكد أن صلاح واحد من أحسن اللاعبين في العالم، وأن صلاح ما قدمه مع ليفربول كفيل بأن يدخل هذا اللاعب ضمن خانة عمالقة ليفربول. الجمهور في إنجلترا حاليا يتحدث عن داغليش، عن سونس، عن بارنز، عن يايان راش، عن روبي فولر، عن ستيف ماكمانامان، لكن عن أيضا ستيفن جيرارد، لكن أيضا ما قام به محمد صلاح أدخله ضمن هذه الكوكبة من العمالقة، من زعماء كرة القدم في نادي كبير وعريق مثل ليفربول. وهذا شرف للكرة العربية أن يكون محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في فريق تاريخي مثل ليفربول. ومحليا، حسم محمد صلاح معركة شارة القيادة للمنتخب المصري، فقد استطاع أن يفوز بها لأنه لم يدخل بخلافات مع أي من زملائه، بل ترك الأمر لمسؤولي المنتخب والجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المؤمن جدا بشخصية صلاح وقدرته على قيادة لاعبي المنتخب داخل الملعب وخارجه. وأصعب المعارك يوم 29 نوفمبر، وهي الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذه المرة، لأنه في قمة مستواه الفني والبدني، لكن الأمر يتعلق بتصويت نقاد وجماهير، وصلاح بذل ما عليه وأكثر لإثبات أنه الأفضل حاليا، لكن هناك أمور معاكسة قد تكون سببا في حرمانه من تلك الجائزة، وأبرزها الماكينة العالمية الإعلامية. صراحة محمد صلاح يستحق الفوز بالكرة الذهبية، لكن نعرف جيدا أنه عملية التصويت وعملية الاختيار، وأيضا حاليا هنالك عدة أصوات ولوبيات تدعم جورجينيو الإيطالي بعد فوز إيطاليا بكأس أمم أوروبا، وبعد فوز جورجينيو أيضا مع تشيلسي بالتشامبيونز ليج الأوروبي، دون أن نستثني أيضا كريستيانو رونالدو، دون أن نستثني ميسي وأيضا الفوز بكوبا أمريكا منذ سنوات طويلة. هذا يحسب أيضا لميسي، قد يكون منافس شرس على الكرة الذهبية، لكن يعني في ظل تواجد مثل هذه الأسماء، أعرف جيدا أنه دائما الميل إلى ميسي وكريستيانو، حاليا ربما أدخل معهم جورجينيو، أيضا ليفاندوفسكي، هنالك شق يقول ويدعم فكرة ليفاندوفسكي، لكن أيضا محمد صلاح يعني شرف أن ينافس من أجل الكرة الذهبية، الفوز بها يبقى أمر صعب. مدرب فريق ليفربول الألماني يورغن كلوب أكد أن محمد صلاح هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم حاليا، وقال أن ما يفعل صلاح يجعل الأفضل، وأنه ما في حاجة للحديث عن ما قدم ميسي وكريستيانو رونالدو في عالم كرة القدم، لأن صلاح هو أفضل لاعب الآن.